السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شجرة مباركة من الآثار التي رصدها مولانا الملك المعظم عبد الله الأول ابن الشريف حسين عندما دخل الأردن، حصر كل ما فيها من الآثار التي اعتنى بها المسلمون عبر التاريخ. وكانت هذه الشجرة المباركة واحدة من تلك الآثار التي سجلها جلالته رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذه الشجرة كانت بجوار بحيرة تمتلئ في الشتاء من المطر، وهناك أحد الرهبان ورد أنه كان من كبار علماء النصرانية، وأنه أتى فبنى صومعة له هنا على رأس البحيرة بحيث يرقب الطريق الذي يوصل من الجنوب إلى الشام من اليمن فمكة فرحلة الشتاء والصيف، وكانت رحلة الصيف إلى الشام. يترصد ما قرأه في كتب الأولين، وفي سنة 582 والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 سنة، مر مع عمه أبي طالب، والرواية تقول إنه تعلق به وطلب منه أن يرحل معه، فرق قلب أبي طالب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في قافلة للتجارة إلى الشام كمعتاد أهل هذه الأزمان. وجاءوا وسبق الركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصغر سنه، ولأنه يمشي مع عمه أبي طالب، واستظلوا بهذه الشجرة المباركة. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا تحت الشجرة مباشرة، فاستقل في جانب منها فإذ بالفرع يظلل عليه صلى الله عليه وسلم. يرى هذا المشهد بحيرة من بعد، يرى قوما يأتوا والذمامة تظللهم، ثم أن أحدا منهم جلس تحت هذه الشجرة وهذه علامة، ثم إن فرعا منها قد ظلله على غير المعتاد من بناية الشجرة وهذه علامة، فدعا القوم كبيرهم وصغيرهم خادمهم وعبدهم وأسيادهم لطعام أعده، كان طعاما كثيرا، فذهبوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم عند رحالهم لصغر سنه. فلما ذهبوا قال لم تأتوا جميعا، فذهب أحد من بني من قريش وقال والله إنا لقوم سوء أن نترك محمد بن عبد الله سيد قريش وهو عنده 12 سنة، نتركه ولا نأتي به إلى هذه المأدبة. فجاء فحمله من حبه فيه ولا نعرف من هذا الرجل، وأتى به إلى الراهب بحيرة، وحقق بحيرة كما في الرواية مع أبي طالب، وحقق مع النبي كيف ينام، كيف هيئته، كيف يأكل. ثم لما استوفى هذا نظر إلى خاتم النبوة فوجده، فتأكد أنه النبي المقصود صاحب آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية يذكرها ابن إسحاق، يذكرها ابن هشام، يذكرها ابن سعد، يذكرها ابن سيد الناس في سيرهم. وهذه الرواية ذكرت من أجل هذه الشجرة المباركة
التي يدعو إليها بعض الماديين، أين مخربشاتكم وأين بقايا أثاركم؟ هذه من آثار قصة وردت في كتب المسلمين تتعلق بسيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم، هنا توجد ونستظل تحتها. فأنا أقول في نهاية الكلمة التي هي محددة بوقت قصير، سيد المليك رضي الله تعالى عنكم وجعل هذا البلد دائما موئلا لأهل البيت الكرام ولعامة المسلمين بل ولنفع البشرية جميعا. سيدي الملك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى إني أحب فلانا فأحبوه، وينزل هذا إلى أن يحبه أهل الأرض. نحن نحبك، شكرا لكم.